لأول مرة بحياتي مش عارف أحكي، أقسم بالله خايف. أنا حالياً لتحقيق هدفي على واحد من أخطر الطرق بالعالم. وصلنا على عمان، نشوف مين معانا هون. الله وين صلنا فترة مش شايفين بعض، هو بدولة وأنا بدولة. حماس قطر قال الأسبوع الجاي قطر إن شاء الله. الأسبوع الجاي وصلنا جبل هات بعمان قريب ولاية الرستاق. الطريق للمنطقة اللي أنا رايح عليها الطريق وعرة جدا، حاتة، جبال شاهقة، الوضع مش عادي صراحة، كثير مجنون. صرنا من بداية الطريق ممكن يومين عبال ما وصلنا لهذا المكان، صحيح؟ نعم يومين عبال ما وصلنا لهذا المكان عشان نفرجيكم كل الجبل موجود. والله ما أحلى المكان، مان مش عادي، واو. وصلنا الوجهة الثانية، تعالوا نفرجيك. كيف حالك؟ شو الأخبار؟ كيف الصحة؟ وأخيرا صرنا بعمان. صديقنا سعود واحد من أكثر الشخصيات خبرة بالعسل، جايين نتعلم منه اليوم كيف ممكن نصيد العسل، كيف بناخده، كيف تربية النحل، شو الفرق بين المواسم. تفضل. مشكور. وكيف نعرف أنه هون في خلية نحل وهون ما في خلية نحل؟ طبعا الحين راح نخوض تجربة، راح نروح عند عين ماي نشوف النحل يشرب منها ونتبع اتجاه النحل. النحل في اتجاه راح يمشي، مثلا هذا العين يشرب النحل ويروح على هذا الاتجاه فوق، احنا نروح نبحث على هذا الاتجاه، روحت على هذا الاتجاه احنا نبحث على هذا الاتجاه. اذا كانت هي تطلع صعود كذا يعني هي الخلية في هذا الاتجاه بس مسافة بعيدة، بس اذا طلعت على فوق وراحت على هذا الاتجاه يعني هي قريبة حوالين المنطقة. طريقة التعامل مع النحل لازم تكون هادي هادي، هو اول ما تقرب لعند الخلية راح تطلع واحدة تسوي لك صوت زز، اذا انت شلتها على طول يحكم عليك، بس اذا كنت هادي تواصل الشغل ما راح يعني يهديك. بعد يعتمد اذا كان فيها عسل كثير، اذا كان فيها. طب هو لازم افهم انا، توصلني غاد وكلهم يهجم علي بقتلك هذيك الساعة. ما يعني اذا هجم عليك بالعكس عليك. لا جاي يا اخي، انا جاي اتعالج، انا جاي اكل العسل واروح. مناعه بديش مناعه، انا جاي اكل العسل واروح، ايش اعمل؟ ما في شيء يجيب بلاش. طيب خلينا نشوف، والله انا متحمس، ان شاء الله نحصل بالبدايه، لانه ممكن الواحد يقعد يبحث ويدور وما يلاقي النصيب تبعه، فهي قسمه ونصيب. صح، ان شاء الله الله يرزقنا. عسل. ممكن اروح على الاردن ويكون هذا كليته تجربة وما زبطت معنا. لا بعد ما نخلص من هنا بتفتح الصندوق اللي هو موجود. أنا مش تبع يعني، أنا حاب أشوف الصندوق، بس أنا التارجت تبعي من الأهداف أو الليست تبعت حياتي هي الوايلد هاني، العسل الجبلي اللي هو. إذا نتحرك. تحرك؟ يلا. تعتبر مدينة الرستاق واحدة من أكثر المدن سياحة بسلطنة عمان للناس اللي بتبحث عن التاريخ والطبيعة، وأنا كنت محطوط بهاي الفترة وكان نازل مطر عندهم وشلالات. والله في والله في شلال ثاني. الشعب العماني محب للمطر، بعشق المطر ما شاء الله، والله كبير. الشلالات بلشت تتكون. يا الله هذا جبل شمس. جبل شمس هو أعلى قمة جبل في كل الخليج العربي، وأتوقع ثالث أعلى جبل الموجود في الشرق الأوسط كلياته. أتوقع ارتفاعه 3009. الآن دخلنا آخر شيء أسفلت، هلأ الطريق كلياته راح تكون صحراوية، راح ننتقل من المدينة إلى الجبل. ليش؟ إنه العسل بده تعب، بده جهد، طبيعة، استرخاء بعيدا عن العالم والضوضاء. يلا بينا. احنا ماشيين بالطريق لقينا فطر، الفطر هذا موجود منه بالاردن باي ذا واي، فهو بيجي بهذا الشكل، في من هذا الشكل، بس يا اخي بنزل مي. ايش هذا بسمم شكله صح. وانطلقنا من الرستاق الى طلحه، هي عباره عن مكان جبلي معزول عن العالم، حرفيا من اخطر الطرق اللي ممكن تسوق فيها بحياتك، بنفس الوقت فياتها اطلالات مجنونه، والاحلى من هيك الهدوء والهواء النقي. هيك رسميا كنا وصلنا طلحه. صباح الخير. طبعا امبارح نمنا على السطح هون
كانت نومي اخ تشيلن فنانة. حياتي ما شبعت نوم زي هيك. صحيت 3 مرات بالليل لانه ما فيش اشي اعمله. والجبال مش عادية. خلينا نشوف اليوم تبعنا كيف رح يصير. هيوة تدل على انه اه. ايوة. لما تقول ايوة. ايوة. بس طبعا بالمحلي. هيوة. وقت الفطور. شجرة السدر. هي الشجرة اللي بياخد منها النحل الرحيق. اذا بتلاحظوا هلأ هي مزهرة. عندهم هون جوافة جوافة وجوافة عمانية. الشجرة هاي نصها خوخ نصها دراج. عندنا هون كمان هو الكرز. يا اخي الكرز جواته كثير شو اسمه بزر عندكم غير البابايا. بعد ما اجينا على المزرعة صار الوقت انه احنا نيجي على السبب اللي اجينا عشانه العسل. طريق واحد جدا. بين مع سعود انه هون لازم نقعد عشان نستنى النحل عشان ننطلق. صح سعود ركز على الاخر ما بقدر يرمش. لازم هدوء سايلنت لازم تطلع عليها وما تطلع وين تروح وتلحقها فتطلع. وصلنا عند خليه. الخليه هاي فاضيه مهجوره. في لها سببين. السبب الاول انه الانتقال ما بين الصيف والربيع لانه المنطقه هاي جبليه سو بالشتاء بسحبوا حالهم بيطلعوا على الجبل بالشتاء بيجوا على المزرعه هون عشان كل شيء اقرب لهم وابرد لهم بالصيف ف لم تزبط معنا. سالت الشباب قلت لهم هي ريحه السدر ولا بيحكوا لي اه قلت لهم اه معناته نفس ريحه عسل السدر. هذا ريحه زهره السدر هذا اه فرجيتهم اياها. يعني كل نوع عسل بكون له ريحه مختلفه عن نوع العسل الثاني بالضبط. اوبا سبب الزهره اللي النحله تاخذ منها. اوكي ما كنت بعرف صراحه. بعد رحله بحث دامت لساعات واذ ما زبط معنا اليوم. دنينا غيم. لما تكون غيم بصير النحل مفترس. ثاني شيء في سيول. احنا بوادي فلازم نطلع اليوم ونأجلها لبكره مع لاجل غير معلوم لحد ما نشوف. صراحه كثير زعلان شو بدي اعمل مع انه انا شفت النحله طلعت هيك. في واحد انتشر هون قصدي في واحد انتشر هيك وواحد راح هيك. لازم ارجع على المزرعه لحالي بالطريق. شوفكم المرة الجاية. سلام. انتوا تعرفوا بالضبط ايش صار معنا. سعود اللي انتوا شايفينه بالفيديو هو عبارة عن نقطة بجبل بهذا الجبل. طلع يستكشف المكان. ليش؟ لانه خطر وقال لي انت حرام تطلع لفوق وبعدين تطلع ما نلاقيش ولا اي شيء. فاذا لقاه راح يرد لي ينزل وبكره نرد نطلع. ليش؟ لانه زي ما حكينا انه الدنيا غيم. فلما تكون الدنيا غيم مش كويس تقرب على النحل فهو راح يتفرج وبعدين ينزل. اذا عجبه سبحان الله ضلنا جايين. هذا محمد عليان. طلعت اشيك انا في هذا الموقع بس للاسف ما موجود العسل. الحين بنروح الموقع الثاني. داخلية محطم صراحة لانه راح على الاول ما في. هسه بدي اروح اشوف الاشياء الثانية ان شاء الله انه يلاقي. اذا ما لقى ما لنا نصيب. سعر كيلو العسل هاد ب 120 ريال عماني يعني 240 دينار يعني تقريبا 300 دولار اكثر مش عارف. صراحه ما حبيت اضايق حالي وقررت اطلع هيك خفيف لطيف واطلع على المنظر للجبال الشايق ونشوف ثاني يوم ايش بيصير معنا. حصلنا 3 خلايا اخترنا منهم الاسهل. راح نحتاج لاربع اشياء. خلينا افرجيكم الاكشن ايش راح يصير معنا هلا. الادرينالين عندي ارتفع صراحه. طيب انا عندي مشكله بحياتي ما عمري حكيت عنها لحدا واللي هي الناموس والدبان الاثنين بكرههم بس ما عمري تعاملت مع النحل. فاحتياطا لبست عشان اشيك اشوف ايش الوضع. نلبس القناع. بسم الله. راح نحط دخان. ليش؟ لانه الدنيا غيم ومش اشي ضروري ولكن عشان ممكن احتمال يهجم علينا النحل. دخان يهدى النحل. ميت خوف بس اوكي. يابا بسم الله الرحمن الرحيم. هاي النحل تبعنا هلا ضل نحطه بالخشبة عشان نرجعها وهذا الاشي ممكن يبني عسل كمان مرة لأول مرة حياة لأول مرة بحياة مش عارف عندي أقسم بالله خايف. اللون الأبيض هذا هو البيض تبعهم. هذا مجموعة من النحل داخل جوا وهذا بتكاثر
اول مره بحياتي بجرب هاي التجربه، كنت متوقع انها بتخوف اكثر، ولكن طريقه التعامل الصحيحه خلتنا نتجنب المشاكل. النحل الموجود هو اصغر من حجم النحل الموجود بالعادي، يعني تبعون المناحل العاديه بكون اكبر من هذا، ولونه كلياته مختلف. صح سعود؟ مش عادي صراحه، هذا عسل سدر من طلحه الرستاق سلطنة عمان. طيب سلم تستلم، خذ العسلات، خلنا احط ده ادير بالي على الخليه ونرجع لها. ليش؟ انه هاي راح تعمل لنا كمان عسل كمان. ماها ورجعناها عشان ترجع تبني لنا عسل، ويلا ناكل عسل. صار لي عم بحلم بهاي اللحظه سنين طويله، وهسه صار وقت اللي اخلي الحلم يصير حقيقه وناكل العسل البري من النحل البري. بنقول بسم الله. الحمد لله أنا كثير مبسوط والله، كنت عم بتخيل هذا الطعم من سنين طويلة جوا أمي، واليوم الحمد لله رب العالمين فضل سعود طبعا اللي ودانا وجابنا وتغلب وطلع جبال ونزل جبال عشان أنا أحس بهاي اللحظة والانشكاح اللي أنا فيه. الحمد لله رب العالمين. الحلو بالموضوع انه لما تاكلها بتحسه انه هو عبارة عن قوام جامد، بس لما تدخل فيه بتغوص، لما تغوص بيصير فيه انفجارات داخلية. الانفجارات الداخلية لما تدخل على الغدد اللي بتمك ايش بيصير فيه؟ وانت عم تاكل العسل بيصير فيه الشمع، الشمع بتصير تعلق فيه، بنفس الوقت انت عم تعلق فيه بيطلع منه العسل. ف قد ما اوصف ما راح اقدر اوصف الاشي اللي عم بحكيه، بس لهون بحكي انه انتهى الفيديو، ما ضل ولا اي شيء، حققت حلم من احلام حياتي والعسل عم بنزل، وبنشوفكم فيديو جديد من بلد جديد ومكان جديد. سلام.